بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي وباسم مدرسة الشهداء وباسم منسقة الشبيبة الطلابية أسماء الجبل، أقف أمامكم اليوم أنا الطالبة زينة شرف لأقدم بعض الكلمات لأسنان البواخر. أما إلى أسنان البواخر، إلى أهالي أسرانا الصابرون، لا نستطيع إلا وأن نقف إجلالا وإقبالا لهؤلاء الأطفال الذين بشروا بأجمل سنين عمرهم خلف قضبان السجن، وإنا معكم خطوة بخطوة حتى النهاية. أسرانا الوجود الجبارة، الأبطال الصامدون، أنتم المثل الأعلى الذي نتعلم منه الصبر والتحدي والشجاعة. أنتم السعلة التي تنير درب الشعب الفلسطيني. أسرانا أمانة في أعناقنا وفي كل ذي ضمير حي. اعملوا جميعا في كل الوسائل، ليس فقط في تحسين وضع الأسرى، بل الإفراج عنهم جميعا، ليعودوا إلى أحضان أمهاتهم وأحلامهم. فمتى يتوجه الناس إلى متى إلى ما؟